بروح لا تنكسر وإرادة لا تلين يتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه حيث تغرس جذورهم في عمق هذه الأرض الطاهرة. فخلال الساعات الماضية تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق حديث أكثر من أسرة فلسطينية ترفض الرحيل والتهجير من بلادهم وأرضهم، متمسكة بحقها في العيش على أرضها مهما كانت الظروف، حيث ظهروا يعبرون بصوت واضح وثابت عن إرادتهم الصلبة وصمودهم الذي لا مثيل له. فوصل الأمر إلى طفلة تؤكد أنها ستأخذ خيمتها وستذهب للعيش فوق ركام منزلها المدمر بقطاع غزة. لنشاهد. قضيتنا قضية عادلة إن شاء الله، ولو آخر قطر الدم ولو آخر رضيع سنبقى هنا، حجر مجرد حجر حينبنى إن شاء الله وأحسن من أول. لا، بنحط خيمة فوق دارنا وبنقعد فيها. ما إحنا ما بنقدر نسيب شغلنا مجاهدة. ضلوا صامتين في البلد هذا مش هنطلع منه خالص. لو بتكتموا لواحد واحد مش هنطلع من هالبلد، هنضلوا صامتين في البلد هذا. وفاد الوطن مش هنسوى. الله ينصرنا على اليهود ان شاء الله، والحمد لله ثابتين وصابرين في ارضك يا فلسطين. قضيتنا قضيه عادله ان شاء الله، ولو اخر قطر الدم ولو اخر رضيع سنبقى هنا، حجر مجرد حجر حينبنى ان شاء الله واحسن من اول. لا، بنحط خيمه فوق دارنا وبنقعد فيها.